الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد أحبتي في الله، هذه ساعات عظيمة جليلة مباركة. كثير من أهل الله ومن العارفين بالله اتخذوا الآن سجادة الصلاة وأمسكوا بصبحتهم وانشغلوا وغيبوا بذكر الله. لكن لا أغالي ولا أبالغ لو قلت لكم إن السجادة التي نجلس عليها الآن هي أعظم وأجرا عند الله من سجادة ذلك المغيب بذكره بين يدي الله. ذلك هذا فعلا أجر عظيم. وذلك فعلا نحن أولا أشكر القلوب الطيبة والإرادات الكاملة التي رغم المناوشات اللي فعلا مر عليها مع كل أسف السنوات أصرت على هذا الوئام والالتئام والرحمة. ومع ذلك أيضا نشكر أخواننا العم أبو طارق وأخوان الشيخ هاشم والشيخ مالك وأخوان أبو جواد وكل الذين كانوا من وراء الكواليس على هذا العمل وعلى هذا الجهد وعلى تكريم هذه الأخوة. يعني أخواننا الله يرضى أبناء عم الحج فهم إبراهيم كلفوني وهذا شرف لي أن أتكلم يعني، ولكن حقيقة أنا أقول نحن نتكلم على أننا أبناء أم واحدة. دائما نقول نحن أبناء أم واحدة، نحن نجتمع في الأمومة الواحدة وهي أننا جميعا أبناء أم الفحم. هذا الاسم الكبير، هذه الأم المعطاءة، وهذه الأم العظيمة. أخواني ممكن نتكلم كثيرا وطويلا، لكن أهم شيء نتكلم به القلوب ثم القلوب. ما من أحد ينكر أنه ما من أحد إلا وهو قادر، ولكن ما من أحد ينكر أنه ما من أحد منا إلا وقلب عفو صادق. إحنا أبناء بلد وحدي ومدينة وحدي، نعرف أنفسنا قلوب عفة محبة صادقة. يحدث أن إنسان يحتك مع آخر ففي لحظة من اللحظات تأخذه العزة، العزة بالأنا، العزة بالانتصار للذات، العزة بالانتصار لثورة الدم، لثورة الدم. لكن لو أنه أجل اتخاذ القرار والخطوة السريعة ساعة أو ساعتين، يوم أو يومين، لكن بالتأكيد كل شيء سيتغير. أن نعيش جيران كما لو أننا بيت واحد. أول واحد ينتصر إلى جارك، أول واحد يهرع لمساعدتك جارك، أول واحد ينبغي أن يكون سند إليك وظهر إليك جارك. نحن جميعا بيت واحد، نحن جميعا أسرة واحدة، نلتقي دوما على الخير.